اهلا بكم في قناة نجوم ومشاهير. ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. يلا بينا نبدأ الفيديو. يسرى للميس الحديدي: بعد مسلسل خيانة عهد هعمل غير المتوقع، وحول ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين. قالت الفنانة الكبيرة يسرى ان اهم ما شجعها ان تكون ضمن مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي كونها قطعة من مصر لا يعرفها الكثيرون، فالجونة قطعة من أوروبا. وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة والمذاعة على شاشة أون، قائلة: حتى الصعيدة اللي شغالين هنا قمة في الجدعنة. أنا فاكرة إن مرة ضاع مني حلق فضلوا يدوروا عليه لحد ما لقوه، وأنا شكرتهم واحد واحد وفضلوا مش ناسيين ده لحد دلوقتي، فيهم جدعنة وأصالة. وأكملت الفنانة يسرى إن ضمن المؤسسين من الدورة الأولى للمهرجان، وعمري ما تخيلت يبقى كده، ربنا ساعدنا بجد بحاجات كتيرة جدا، والمحبة كانت ساندة منذ الدورة الأولى، والأمانة اللي كانت بينا كانوا بيفكروا بس إزاي ينجحوا، محدش كان منفرد برأيه، وده من أساسيات النجاح للمهرجان. وتعليقا على الجايزة التي حصل عليها أنسي أبو سيف، قالت يسرى: أنسي أبو سيف أنا عملت معاه مش أقل من 30 أو 40 فيلم، وبعدين جمال شخصيته متمركزة في انه عمره ما بيحب يقول انا عملت وسويت، ومش هنسى دوره في فيلم اسكندرية كمان وكمان. انسي شخص خاص جدا وجدع جدا، مرات نكلمه عشان ناخد نصيحة في تصوير فيلم هو مش موجود فيه، بيدينا النصيحة باخلاص بدون حسابات. انسي ابو سيف اسطورة من اساطير السينما المصرية. وتابعت الفنانة يسرى قائلة: السينما مش ممثل، السينما فريق عمل متكامل بيبدأ من المخرج ويمر بالممثل وكل من خلف الكاميرا وكل الطاقم الفني، حتى العامل اللي ورا الكاميرا اللي بنسأله عن رأيه في الأداء ونقول له: إيه رأيك؟ عملت المشهد كويس ولا لأ؟ وحول ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين قالت: اشتغلت معاه كتير قوي، وكان أول مرة أروح كواليس فيلم من قبل بدايتي كان فيلم الكذاب. اتفرجت ساعتها على الأستاذ محمود ياسين من بعيد علشان أشوفه بيمثل إزاي، وأنا فاكرة إن أنا كان عندي مشهد معاه في فيلم الصقر بعد خروجي من المستشفى، وعندما تحدثت ما كنتش عارفة أمسك بربشة عيني من جمال صوته، كفاية أخلاقه وأدبه، كان عنده مبادئ وكان خجول جدا، وكان لما يشوفني وأنا زعلانة أو متضايقة كان بيضحك، وكنت أسأله: بتضحك على إيه؟ يقول لي: أنت متزرزرة خالص. وحول رحيل القامات قالت: مصر كانت شجرة عظيمة مليانة أناديل منورة، كل شوية أنديل منهم ينطفي ويروح مننا، واللي بيروح مش بيرجع. النهاردة في المهرجان كرمنا كام فنان رحلوا في سنة واحدة، وهم صناع السينما المصرية الحقيقية، ومنهم شويكار ونادية لطفي، وكلهم هنرجعهم ازاي. وحول تعاملها مع الجيل الجديد بالأخص الفتيات، قالت يسرى: أنا كنت صبورة جدا في بداية حياتي، هما كمان لازم يصبروا ويعلموا نفسهم مش بالقراءة بس، بالإحساس، ويطوروا نفسهم وما يقفوش عند حد معين، وإزاي يكملوا المشوار بجد. وحول أعمالها المستقبلية قالت: بعد خيانة عهد هعمل غير المتوقع، وغير المتوقع لازم ننتظره، لأن المتوقع مش هيمشي دلوقتي، إحنا لازم نتخض كل شوية. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. كانت معاكم قناه نجوم ومشاهير.